السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي بمدرسة الأهرام مودرن. النهاردة إن شاء الله معانا درس جديد من دروس النحو وهو جزم المضارع. طيب لو تفتكروا احنا قلنا قبل كده ان جزم المضارع ليه حالات، النهاردة هناخد حالة منهم وهو جزم المضارع بأدوات الجزم، ودي مش جديدة علينا، كنا خدنا قبل كده في سنة ستة برضو جزم الفعل المضارع بأدوات الجزم. نروح كده ونشوف مع بعض ايه هي أدوات الجزم أو نفتكرها. أدوات جزم الفعل المضارع أنا عندي الأدوات نوعين، أدوات بتجزم فعل واحد وأدوات بتجزم فعلين. الأدوات اللي بتجزم فعل واحد لم ولن هي اللي بطلب منك إنك ما تعملش الفعل ده، ولام الأمر بتيجي مع المضارع تخليه شبه الأمر، ولما دي أدوات قديمة واخدينها. برضو عندي أدوات بتجزم فعلين اللي هي أدوات الشرط، كنا خدنا برضو جزء منها في أولى إعدادي اللي هي إن ومن وما ومهما وكيفما ومتى. عندنا أدوات جديدة النهاردة هناخدها أيان وحيثما وأنا وأنا وأي. نروح نشوف الأمثلة. بقول أيان تبحث عن النجاح تجده، ده أسلوب شرط. أسلوب الشرط نفتكره اللي هو فعل وليه نتيجة، يبقى أنت هنا لما هتبحث عن النجاح النتيجة تجده. هنقول إن أداة الشرط أيان بتجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. فعل الشرط معانا اللي هو تبحث، ده فعل الشرط، هنقول فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون لأنه صحيح الآخر، وتجده أيضا ده النتيجة اللي هتتحقق فهيبقى جواب الشرط النتيجة. نقول برضو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون على الدال. المثال الثاني حيثما تخلص ترقى، حيثما أداة شرط بيقول لك لما تخلص هترقى، ترقى في حياتك ترقى في عملك. يبقى عندي تخلص فعل الشرط والنتيجة بتاعته هو ترقى، كل واحد منهم هيكون فعل مضارع مجزوم، الأول علامة جزم السكون لأنه صحيح الآخر آخره صاد، الثاني مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة لأن ترقى أصله آخره ألف لينة، حرف علة حروف العلة واو ألف ياء، فهنا يتجزم بحذف حرف العلم. المثال اللي بعده أن تهمله تخسره، يعني الوقت اللي هتهمله فيه هتخسره. فنقول أن تهمله تخسره، تهمله هو الفعل فعل الشرط والنتيجة بتاعته تخسره جواب الشرط، كل واحد منهم فعل مضارع مجزوم. الأول هنقول مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة اللي هي المضارع لما يتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. هنا الفعل اتصل بواو الجماعة فهيكون مجزوم علامة جزمه حذف النون، هو في الأصل كان تهملون ولما اتجزم بقى تهملوا. تخسروا نفس الكلام برضو اتصل بواو الجماعة فبقى من الأفعال الخمسة، فنقول فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون، والواو اللي هي واو الجماعة هنا وهنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. عندنا أي برضو أداة شرط جديدة علينا، أي ليها عدة استخدامات أو أربع استخدامات زي ما هو واضح قدامنا في الشكل. أي ممكن نستخدمها للعاقل، ممكن نستخدمها لغير العاقل، ممكن للمكان أو للزمان على حسب المثال أو الجملة اللي معايا. نشوف الأمثلة بتاعتنا. أي رجل يصدق ينال رضا الله، أنا استخدمت بعدها عاقل جه رجل أهو، يبقى هنا أي للعاقل. طب فين فعل الشرط يصدق؟ إيه النتيجة؟ ينال، يبقى عندي يصدق وينال دول بنقول عليهم فعل الشرط وجواب الشرط. يصدق فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، ينال فعل مضارع مجزوم. سمع حد بيقول لي حذف حرف العلة لأن ده ينال كان في ألف واتحذفت، هقول له صح الألف اتحذفت بس مش صحيح، الفعل ده مش معتل الآخر، الفعل الآخر لام صحيح الآخر، يبقى علامة جزم السكون. طب الألف اتحذفت ليه؟ حتى لا يلتقي ساكنان، لما يكون عندي مد وجاي بعد المد سكون بنحذف المد، زي ينال يقول يبيع، بنحذف حرف المد اللي قبل الحرف الأخير لما الفعل يتجزم عشان ما يكونش عندي ساكن تكره العربية التقاء الساكنين. نشوف مثال تاني. أي كتاب تقرأه تستفد منه، استخدمت بعد كلمة أي كلمة كتاب يعني غير عاقل. طيب تقرأه ده فعل الشرط، النتيجة تستفد منه أو تستفد، ده جواب الشرط. تقرأ فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، تستفد فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون برضو لأن آخره دال،
نقول تاني هو الفعل كان تستفيد، كان في ياء حذفت الياء حتى لا يلتقي ساكنان، يبقى الياء والدال هيكونوا الاثنين سكون فنحذف الياء. اي حديقه، حديقه دي مكان، يبقى انا هنا بتكلم على مكان. اي حديقه تزورها تجد اشجارها منسقه، يبقى فعل الشرط تزور وجواب الشرط تجد، والاثنين مجزومين وعلامه الجزم السكون. اي وقت ترحل فيه ارحل معه، الوقت اللي هتمشي فيه همشي معاك. انا هنا استخدمتها للزمان، ترحل فعل الشرط مجزوم علامه جزم السكون، ارحل جواب الشرط فعل مضارع مجزوم علامه جزمه برضو السكون. نلاحظ كده مع بعض يا شباب، لما اي الاسم اللي بعدها يعرب مضاف اليه، كمان احنا قلناها دي لما يلتقي عندي مد وسكون بنحذف المد، يعني ينال نقول ينل، لما الفعل ينال ده يتجزم هيتجزم بالسكون على اللام فنحذف الالف عشان لا يلتقي ساكنين. طيب اذا كان فعل الشرط او جواب الشرط فعلا ماضيا، يعني اقول مثلا اذا قال الرجل الصدق ينال رضا الله، قال هنا فعل ماضي، نقول ايه؟ نقول فعل ماضي مبني في محل جزم، مش هنقول طبعا فعل مجزوم، الماضي مبني، نقول فعل ماضي مبني في محل جزم. طيب ان الشرطيه لما بيجي بعدها لان هي بتكون الى او الا، نحذف بعدها فعل الشرط جوازا. يعني ايه؟ شوف المثال، بقول لك اخلص في عملك والا تفشل، الا هنا يعني الا تفعل، ويعني لو ما عملتش ده هتفشل، لو ما اخلصتش هتفشل. يبقى الا دي عباره عن ايه؟ الا هي عباره عن ايه؟ عباره عن ان زائد لن هي، الفعل بعدها اللي هو فعل الشرط ماله؟ محذوف. فعل الشرط ماله؟ نقول انه محذوف، وتفشل هنا جواب الشرط. اتمنى يكون الدرس سهل وواضح ان شاء الله، وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.